خير بابا، شوفي بابا طلعي هذيك البنت، باين عليها جوعانه وصايمه. والله جوعانه وعطشانه. شو اسوي يعني بابا؟ شو المطلوب مني بابا؟ نحن عنا كثير اكل بالسياره، خلينا نعطيها وجبه اكل حرام. لك بنتي نضيع وقت على الفاضي، ما في داعي. بابا ما نقص مالا من الصدقه، هاي صدقه. افطارك صائم كثير كويس، ونحن عنا كثير اكل بالسياره. طيب طيب امر يا الله، مع انه بضيع وقت. مرحبا عمو. نعم تفضل. عمو حبيبي ما ضل شغل الافطار، خذي هذا الاكل مشان تفطري على الفطور. هذا الاكل الي؟ الك يا عمو، ان شاء الله صحه وهنا. هذا يلا انا بستاذن. دعينا عمو. السلام عليكم. وعليكم السلام. روح الله يرزقك يا عمو ويحميك من الشر. بسم الله. وشو صار معك؟ اعطيت الاكل؟ ايه بابا حبيبي اعطيت الاكل الحمد لله. يلا خلينا نروح. ايه بابا خلينا نروح. ايه بدنا نروح يا بابا. بسم الله. مين هذا العمل؟ امك شو بدها؟ جبت لها كل اغراضها. الو لك وينك انت؟ لسه ما وصلت. ليش؟ لك محلنا بتصف انت دائما، يوميا بتصف هنيك. نزلت نص الطابع الاول تبع البلكون. شو عم تحكي انت؟ محل ما انا بصف سيارتي دائما؟ كيف الحمد لله ما صار شيء، لهجي اتصلت فيك. بابا خير شوفي. ايه الحمد لله الحمد لله. يلا بس اجي بس اجي نحكي بس اجي نحكي. يلا سلام سلام سلام. بابا خير شوفي. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. انا وانت يا بنتي كنا من دقيقتين راح نموت. وشو قصدك؟ ما فهمت. يعني الله بيحبنا وسامع البنت، هي انقذت حياتنا. المكان اللي بنصف فيه يوميا عرفتي؟ اي بابا. هذا المكان وقعنا عليه نص البركون من الطابق الاول. الحمد لله ما حدا تأذى، بس نحن كنا من دقيقتين لازم تكون وصلين لهداك المكان، لو كنا نحن صايفين هنيك كنا هلا متنا. شو هالحكي بابا؟ سبحان الله سبحان الله. اي والله سبحان الله. لانه يا بنتي لو انا ماني نازل ومنتهي مع هاي البنت وقتيها الاكل كان هلا انا بعداد الاموات. شفت يا بابا؟ الصدقه بتدفع البلاء. اي والله يا بنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باكروا في الصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدق رسول الله. اي والله اي والله. انا يا بنتي من وين رايح؟ وعد علي انه كل يوم رح وزع 50 وجبة افطار صائم ورح اتصدق، ما عاد امسك ايدي هيك. رب العالمين اعطاني درس ما عاد انساه طول عمري بسبب صدقة صغيرة انقذتي حياتي. الحمد والشكر لك يا الله، الحمد والشكر لك يا رب. يلا يا بنتي خلينا نروح نصف الكراج بعيد عن البيت ونروح على البيت، ما ضل شيء ليقدم. بسم الله. الله اكبر. اللهم اني لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت. الله اكبر. قالوا من مرضاكم بالصدقات؟ والله من على منبر رسول الله إن الصدقة لترفع البلاء.